طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. مصادر في كهرباء عدن تقول لعدن الغد إن قوة من الحزام الأمني تحتجز عشرات الناقلات المحملة بالوقود. ومن أخبار اليوم، مصدر عسكري يؤكد وصول قوات سودانية لحماية مطار عدن. ومن الصحوانت، لواء في تعز يتعهد بتخليص المدينة من خلايا الاغتيالات. ومن القدس، وكالة ناسا الفضائية تجمع رسائل من البشر وتنقلها لسكان الفضاء. أهلا بكم. صحفي يمني يدخل في غيبوبة جراء تعذيب في سجون جماعة الحوثي، هكذا يعنون موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية، حيث قالت مصادر حقوقية إن الصحفي عبد الرحيم محسن دخل في حالة غيبوبة بعد 4 أيام من اختطافه من قبل جماعة الحوثي وصالح في تعز وتعرضه للتعذيب. وأكد نبيل الأسيدي رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين اليمنيين أن عبد الرحيم دخل في غيبوبة جراء التعذيب في معتقله في مدينة الراهدة. وكشف الأسيدي أن جماعة الحوثي ترفض إسعافه إلى مستشفى المدينة حتى الساعة. وكانت جماعة الحوثي وصالح قد اختطفت محسن أثناء توجهه إلى مدينة الراهدة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية. في مهمة بحثه عن المتسبب بإطفاء الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، قال موقع عدن الغد إن هناك تضارب في الأنباء حول احتجاز قوة من الحزام الأمني لوقود كهرباء عدن. وقالت مصادر في كهرباء محافظة عدن إن قوة من الحزام الأمني تحتجز العشرات من الشاحنات المحملة بالوقود الخاص بالكهرباء. وأضافت المصادر في الكهرباء إن قوة من الحزام الأمني تحتجز العشرات من الشاحنات في مديرية البريقة، مؤكدين أن لهم مطالب من الحكومة. وفي تصريح خاص لعدن الغد، نفى قائد الحزام الأمني وضاح عمر عبد العزيز أن تكون قوات من الحزام الأمني قد احتجزت أيا من الشاحنات الخاصة بكهرباء المحافظة. وتشهد كهرباء محافظة عدن انقطاعات متضاعفة، حيث يقول مواطنون بالمحافظة إن الانقطاعات وصلت لأكثر من 5 ساعات مقابل ساعة واحدة يعود فيها التيار الكهربائي. منذ أن عرف اليمني لعبة السياسة وهو يزاولها في غير ملعبه، بل في ملاعب مملوكة للآخرين، هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله المشهور في موقع يمن مونيتور، مضيفا في فقرات المقال. انقسم أهل السياسة في عدن والجنوب ذات يوم بين أتباع بريطانيا وأتباع مصر عبد الناصر، ثم انقسم الثوار ضد السلطات الاستعمارية البريطانية بين جبهتين، قومية وتحرير. ويوم سعوا إلى التوحد سرعان ما اختلفوا وانقسموا مجددا، وبعد استقلال الجنوب عن لندن انقسم رجال الجبهة الواحدة إلى فسطاطين، قومي وأممي، ثم انقسم أتباع الفسطاط الأخير إلى معسكرين، صيني وسوفيتي. ثم تشابه البقر علينا بين تروتسكي وستاليني إلى أن ألقت أم الجن بالجميع في بحر الظلمات، فتلاطمت الأمواج بين يمينية ويسارية، وتشابكت الأصداف بين انتهازية وطفولية، حتى وصلت الجثث الطافية إلى باب اليمن في 22 مايو 1990 من دون أن يتمكن أحد من تبيان هوية أصحابها إلا من خلال التمييز الصعب للملابس الممزقة التي ظلت عالقة بها. وفي الشمال كانت الغلبة لأتباع البوصلة الغربية المصنوعة في واشنطن تحديداً، بالرغم من وجود منافسة ما ولو غير متكافئة من البوصلة الشرقية أو السوفيتية على وجه الخصوص، غير أن الخيمة السعودية ظلت سيدة الموقف وآمرة الثكنة، فقد عرفت الرياض جيداً من أين تؤكل كتف صنعاء، فألقمت أفواه المشايخ وكبار الضباط وبمعيتهم حفنة من المثقفين وكبار الموظفين. وقد انقسمت شعائر الحج والعمرة منذ ذاك بين الحرمين ولجنة الخاصة، وإن كانت الغلبة في أحيان كثيرة للثانية. وإذا كان ساسة الأمس قد انقادوا إلى معسكرات سياسية وتيارات أيديولوجية لها تاريخ ومريخ، فإن ساسة اليوم قد تدهورت بهم الحال إلى مستنقع بالغ النتانة.
لم يكن يوما لعاقل أو حتى مجنون أن يتصور ولو من باب السخرية أو النكتة السوداء أن يأتي زمن في بلاد اليمن يدين فيها سياسي أو حتى متسيس يمني بالولاء والطاعة والتبعية العمياء لدويلة مثل الإمارات. قالت صحيفة الأيام إن العاصمة المؤقتة تشهد اليوم افتتاح مقر وزارة المياه والبيئة في عدن. وقال وزير المياه والبيئة عزي شريم إن تجهيزات مقر الوزارة في عدن قد اكتملت، وأكد الوزير أن الافتتاح خطوة نحو بناء الدولة وعودة الحكومة لممارسة أعمالها من الداخل. بجانبه قال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي سالمين علوي إن تدشين العمل بوزارة المياه خطوة من شأنها أن تعزز دور مؤسسة المياه وخدمتها في البلاد. وأضاف سالمين في تصريح للأيام إن عودة الوزارة إلى مقرها في العاصمة عدن سيثمر بنجاح وسيشكل شراكة في العمل وسهولة التوصل ما بين إدارة المياه والوزارة في عدن. ميدانيا قال موقع الصحوة نت إن لواء عسكريا في تعز اكتسب أفراده خبرات أمنية عالية. وعنوان الموقع: اللواء 22 ميكا يهيب بأفراده رفع الجاهزية القتالية والمشاركة الفاعلة في حفظ أمن تعز. وقال الموقع أن قيادة اللواء في تعز أهابت بالأفراد رفع الجاهزية القتالية والاستعداد القتالي العالي والتعامل بقوة وحزم ضد كل من يحاول الوقوف أمام أدواركم البطولية وأدوار تعز. وقالت قيادة اللواء في بيان إن عمليات الاغتيالات لأفراد اللواء والمواطنين الأبرياء لن تستمر، وأن الوقت حان للضرب بيد من حديد وبكل قوة على كل العابثين بدماء أبناء تعز. ودعت قيادة اللواء كل المواطنين إلى أن يكونوا سندا للجيش الوطني ومعينا لهم في الدفاع عن أمن تعز من خلال الإبلاغ عن أي جماعات أو أفراد خارجين عن القانون والتعاون معنا للقبض عليهم. يكتب اللبناني صبحي حديدي عن توقعاته للوضع في صنعاء، وينشر مقاله في القدس العربي وواضعا مجموعة من الاحتمالات. ويقول الكاتب: في ساحة السبعين أشهر ساحات العاصمة، واحتفالا بالذكرى 35 لتأسيس حزبه، حشد صالح من الأنصار ما يكفي لإبلاغ العالم هذه الرسالة المزدوجة. أبعد من عين الشمس من يريد عمل فوضى في العاصمة، وهنا معادلة الثقة الجماهيري في قلب العاصمة وليس على تخومها حيث تحتشد مدرعات الحوثي. طريف ولافت أن الكلمة خلت تماما من أي ذكر للمملكة العربية السعودية أو عاصفة الحزم، رغم أن أحدث عمليات القصف الجوي كانت تشير إلى أهوال فظيعة، ذلك لأن علامة التعجب التي بحجم جبل حسب تعبير زعيم الحوثيين تخص التحولات الأخيرة في الموقف السعودي من ملفات اليمن عموما وتدخل الرياض العسكري عبر عاصفة الحزم خصوصا. تسريبات اللقاء بين محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع ومهندس التدخل العسكري وكل من مارتن إنديك وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق أكدت حسب إيميلات إنديك أن بن سلمان كان واضحا تماما مع ستيف هادلي ومعي بأنه يريد الخروج من اليمن، وأنه لا مانع لديه من تعامل الولايات المتحدة مع إيران ما دام الأمر يتم بتنسيق مسبق وتكون الأهداف واضحة. وأما ما تبقى من الشرعية أي حكم وحكومات الرئيس الحالي عبد رب منصور هادي، فإن الرياض التي صنعتها في الأساس لن تجد عناء كبيرا في إعادة تفكيكها لصالح الشخص الذي كانت قد احتضنته قبل إذ، وأولا ودائما المخلوع دون سواه. ولم يعد خافيا على أحد أن مهام هادي باتت مقتصرة على تعيين محافظ هنا أو مدير عام هناك، والقيام بزيارات بروتوكولية إلى العاهل السعودي في الرياض كما في طنجة، وكذلك مرافقته لأداء صلاة الجمعة. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: مصدر عسكري يؤكد وصول قوات سودانية لتولي حماية مطار عدن ومهام أخرى. وعنوان آخر: العثور على جندي مشنوق وسط لواء عسكري بمارب وتأكيدات أن القضية قيد التحقيق. ومن العناوين: غارات على معسكر ومواقع في صعدة وحجة ومقتل وأسر العشرات بحدود جازان. سياسيا ولد الشيخ يقول: مبادرة الحديدة هي الحل الشامل وتقضي بتفتيش البواخر في جيبوتي. في موقع المصدر أونلاين
الجيش يفكك عصابة لزرع الألغام في المخا ويقتل 18 مسلحا حوثيا في عملية نوعية. وقال الموقع أن القوات الحكومية فككت عصابة متخصصة بزرع الألغام والمتفجرات على طرقات مدينة المخا وريفها، والتي تستهدف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن وحدة عسكرية خاصة نفذت عملية نوعية اعتقلت فيها 5 ينتمون لعصابة زرع الألغام الطرقات شرق قرية يختل التابعة لمديرية المخا. أوضح المصدر أنه وبناء على المعلومات التي أدلت بها العصابة، تحركت سرية خاصة إلى عمق سيطرة ميليشيات الحوثي شمال منطقة الرويس التابعة للمخا، ووصلت إلى مزرعة مختار والتي كانت الميليشيا تتخذ منها معملا لتجهيز العبوات الناسفة والألغام. كما تمكنت القوة وفق الموقع من قتل 18 حوثيا وتدمير 5 صواريخ BM-21 وتدمير 3 أطقم تابعة للميليشيا، فيما قتل جنديان وجرح 5 آخرون ينتمون للواء تهامة التابع لقوات أو للقوات الحكومية. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نتابع الأحداث ونرصد التطورات، نتناول الخبر من زوايا متعددة، لنصل معكم إلى أقرب صورة لدلالات وتداعيات المشهد اليمني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أهلا بكم من جديد. ومن حضرموت تقول صحيفة العربي الجديد: مسلحون مجهولون سطوا على مصرف تابع لشركة خاصة في مدينة تريم بمحافظة حضرموت. مصدر محلي قال للعربي الجديد إن 5 مسلحين ملثمين سطوا على مصرف تابع لشركة الكريمي ونهبوا مبالغ طائلة تحت تهديد السلاح. وفقا للمصدر، فقد أطلق المسلحون النار في الهواء لإرهاب المواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة الحادثة بالقرب من المصرف. وكان مسلحون مجهولون قد سطوا قبل أيام على مصرف تابع لشركة العمقي بمديرية سيئون المجاورة، ويشهد وادي حضرموت انفلاتا أمنيا ما أدى إلى زيادة عمليات الاغتيال والسطو في ظل عجز السلطات المحلية عن إيجاد حل. صحيفة الاتحاد نقلت عن القيادة المركزية الأمريكية إعلانها أن طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز بلاك هوك تحطمت خلال تدريبات عسكرية قبالة ساحل اليمن. أوضح الجيش الأمريكي أنه تم إنقاذ 5 أفراد من المروحية، وعمليات البحث لا تزال مستمرة عن أحد أفراد طاقمها. وذكر الجيش الأمريكي أن الحادث وقع على بعد 32 كيلومتر جنوبية ساحل اليمن. الولايات المتحدة نفذت ما لا يقل عن 80 ضربة منذ نهاية فبراير ضد تنظيم القاعدة في اليمن، واستخدمت عددا قليلا من العمليات بما في ذلك عمليات في يناير أدت إلى مقتل أحد أفراد مشاه البحرية الأمريكية. ليست أسطورة، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج. وقال منصور: يسود اعتقاد لدى بعض الشعوب البدائية بأن الغناء والرقص أثناء الحصاد أو جني الثمار يضاعف من المحصول، وبالطبع تلك من الخرافات التي يدحضها العلم. لكن أحد علماء الجمال قرر أن يراقب هذه الطقوس في مكانها، ومكث فترة مع أفراد قبيلة بعد أن حاول التأقلم مع عاداتها، ثم انتهى به المطاف إلى القول إن ذلك الاعتقاد ليس خاطئا على الإطلاق. لكن من منظور آخر، هو أن الغناء والرقص والاندفاع بحماسة لممارسة أي فعل يضاعف من الطاقة والجهد، وهذا ما حدث بالفعل. فالمحصول ازداد، لكن ليس للأسباب التي تتحدث عنها الخرافة، بل لأن العمل الجماعي على إيقاع واحد ومتسارع ينسي الإنسان التعب ويجعله قادراً على الاحتمال، لأنه يستدعي ما لديه من احتياطي. ومن خلال تلك التجربة ذهب العالم إلى ما هو أشمل وأبعد، تحدث عما سماه الشحنة الشعرية أو الانفعالية للتاريخ. فالوقائع ليست مجرد نتائج منطقية لمقدمات محددة، كما أنها ليست مجرد حاصل جمع لعناصر موضوعية يمكن التعامل معها بالعين المجردة.
وأحياناً يكون للحماسة واشتداد الانفعال دور واقعي في تحقيق ما هو أكثر من العادي والمتوقع. وضرب أمثلة عن معارك اشتدت وبلغت ذروتها لأسباب رمزية منها الراية أو أي طلل حضاري يتجسد فيه الكبرياء الوطني كما حدث في ضواحي موسكو خلال الحرب العالمية الثانية. هناك إذن سلاح غير مرئي ولا يقبل الرصد سواء في الحروب أو أي مجال آخر، إنه شحنة الحماسة والانفعال. وهناك مثال آخر من الحياة اليومية، هو أن العامل الذي يقوم بعمله برتابة وبدينامية التكرار يقل إنتاجه عن إنتاج عامل آخر يتفوق على ذاته ويسعى إلى تصعيد مهاراته لينجز ما في يديه كما لو أنه يفعل ذلك للمرة الأولى. لهذا صدق من قالوا من جد وجد، وإن كان عليهم أن يضيفوا إلى هذه الحكمة نصفها أو وجهها الآخر وهو من هد فقد. هل تريدون إرسال رسائل إلى الفضائيين؟ بهذا السؤال افتتحت صحيفة القدس العربي موضوعها المثير والتي تابعت بالقول: صار بإمكان أي شخص أن يبعث برسالة إلى الكائنات الفضائية عبر ناسا. ووفقا لصحيفة الجارديان، أتاحت وكالة الأبحاث الفضائية جمع رسائل من البشر لأخذها إلى الفضاء ورميها من أجل أن يقرأها الفضائيون. وفتحت ناسا المجال للناس كتابة ما يريدون عبر تويتر ليتم إرسالها لاحقا عبر سفن فواجير. وتعد هذه السفن أولى الرحلات الإنسانية إلى الفضاء منذ 40 عام لمحاولة اكتشاف وجود حياة خارج كوكب الأرض وتحمل معها بعض الآثار البشرية. وتحيات 59 لغة وصورة لامرأة ترضع طفلا وصورا لسوبر ماركت وبعض الاكتشافات على الأرض. وقررت ناسا وفق غارديان البدء بخطوة جديدة لتعريف الكائنات الفضائية بعالمنا الأرض. وجاءت الرسائل التي دونها الناس على تويتر طريفة، من بينها: هل أخذتم معكم ترامب؟ ارموه في أورناسور. صحيفة البيان قالت بأن مسنا فلسطيني يدعى الحاج عبد القادر أبو عجيمة بالغ من العمر 81 عاما من مدينة الخليل، نجح في اجتياز اختبارات الثانوية العامة بعد 3 محاولات. وكان الحاج عبد القادر أكبر متقدم لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين، لم ينجح في الاختبارات مرتين متتاليتين، لكنه ظل متمسكا بالأمل ومتزودا بالعزيمة والإصرار لبلوغ النجاح. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر وهنوا الحاج عبد القادر بالنجاح وأثنوا على عزيمته وصبره لنيل مراده. هل تساءلت يوما لماذا تستمر حوادث اصطدام السفن رغم تقدم تكنولوجيا الملاحة؟ هذا ما أجابت عنه موقع أو ما أجاب عنه موقع شبكة البي بي سي، ذلك بعد وقوع حادثة اصطدام سفينة ضخمة محملة بنحو 12 ألف طن من النفط بالجانب الأيسر من المدمرة البحرية الأمريكية جون إس ماكين التي تحمل اسم والد السيناتور الأمريكي جون ماكين وجده قبالة السواحل الماليزية، حيث لا يزال 10 بحارة من المدمرة ماكين في عداد المفقودين، لكن السفينة استقرت الآن في قاعدة شانغي البحرية في سنغافورة. وتعد هذه الحادثة بارزة ومفجعة كونها وقعت بعد 2 شهر فقط من وقوع حادثة مشابهة بشكل لافت النظر، إذ اصطدمت المدمرة الأمريكية USS فيتزجيرالد بسفينة شحن ضخمة قبالة سواحل اليابان، وأسفر الحادث عن مقتل 7 بحارة. الجدير بالذكر هنا بأن السفن التي اصطدمت في الحادثتين الآخريتين ضخمة ومجهزة بأنظمة الرادار والملاحة على أعلى مستوى، فضلا عن وجود نظام تحديد المواقع العالمي GPS لتعقب مكان السفن وتوافر الاتصالات اللاسلكية. بيتر روبرتس مدير العلوم العسكرية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة روسي قال: ومع أننا لا نعلم بعد ملابسات حادثة التصادم الأخيرة، فإن بعض السفن تعتمد على الأجهزة وليس أفراد الطاقم في التحذير من احتمال وقوع تصادم وشيك. مدخل إلى الديمقراطية تحت هذا العنوان كتب أيمن خضر الشعار مقاله المشهور في العرب الجديد مضيفا: منطقيا وعلميا الاصطفافات المجتمعية نوعان، الأول الاصطفاف العمودي
وهو كل الروابط التي تعتمد على كل ما له علاقة بالأثنيات الدينية أو الطائفية أو القومية أو العشائرية. الثاني الاصطفافات الأفقية، وهي الروابط العابرة، أي الروابط الطبقية والسياسية والمدنية كالأحزاب والنقابات والجمعيات. وانطلاقاً من أن الديمقراطية هي حكم الأكثرية، فلا بد من وجود صراع أو تناقض داخل المجتمع للوصول إلى هذه الحالة. ولكن للأسف في مجتمعاتنا العربية الشرق أوسطية، بدل أن يكون الصراع وفق المستوى الأفقي منطقياً وفق برامج ديمقراطية وسياسية واجتماعية، نرى أن هذا الصراع يأخذ شكله ومستواه العمودي، أي وفق اصطفافات أثنية، قومية أو عشائرية أو دينية. وعلى مبدأ لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، لا بد من العمل على نشر ثقافة الديمقراطية، وإن بالتوازي مع أي حراك أو نضال آخر. أحياناً أحس بلا جدوى أي نشاط أو حراك أو تغيير لغياب الثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا، فليس الهدف هو الأشخاص أو الطائفة أو العشيرة، بل النظام المجتمعي القائم. وقد تحدثت في أكثر من موقع عن ضرورة العمل على نشر ثقافة المجتمع المدني والديمقراطي بالتوازي مع أي حراك أو نشاط تغييري، كي لا يقال إن هناك مهام أجدى وأولى حالياً. في موسم العنب، الأراضي الفلسطينية تحديداً أراضي غزة تقوم بحصد مئات العناقيد من العنب في موسم وفير. صحيفة العرب الجديد نقلت جزء من موسم قطف العنب بهذه الصور، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.